أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في أول درس في مكون جغرافيا لسنة أولى إعدادي الدرس اليوم هو الأرض شكلها وتمثيلها الغاية من الدرس هي أننا نعرف الشكل الحقيقي ديال الأرض وكيف بان علميا بأنها كروية ثاني حاجة هي كيفاش نقرأ الخرائط ديالنا الدرس اليوم غادي يكون مختصر بزاف باش يسهل عليكم تفهموه وغادي فيه غير على المهم وما تنسوش المنهجية ديالنا تنقراو الملخص باللغة العربية الفصحى ومن بعد تنشرحو بالدرجة المغربية باش اللي ما فهمناهاش تزيد توضح على بركة الله نبداو في الدرس مقدمة توصل الإنسان منذ القديم إلى تحديد الشكل الحقيقي للأرض كما تمكن من وضع عدة طرق لتمثيلها ومنها الخريطة فكيف هو الشكل الحقيقي للأرض وكيف أثبت ذلك علمياً وكيف يمكن قراءه الخريطه باعتبارها افضل وسيله لتمثيلها اولا كبيره تتميز الارض بشكل كروي غير كامل للاستدارة اولا صغيره تتخذ الارض شكلا كرويا مسطحا قليلا عند القطبين تظهر صوره الارض من الفضاء على شكل كروي لكنها في الحقيقه غير تامه الاستدارة ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال اختلاف طول القطر الاستوائي وطول القطر القطبي مما يدل على أنها مسطحة عند القطبين الصورة ديال الأرض من الفضاء تتبين بأنها على شكل كروي وخمش دائري مية في لأن طول القطر الاستوائي طول من القطر القطبي ب 42 كيلومتر تقريبا وباش تكون كرويه خاصهم يكونوا متساويين وهذه الصوره ثلاثيه الابعاد تتبين شكل الارض بوضوح كيف تبان من الفضاء الخارجي ثانيا صغيرة توصل الإنسان إلى معرفة شكل الأرض منذ القديم تعددت مجهودات الإنسان لمعرفة شكل الأرض مثل ما قام به إيراتو سينيس وماجلان وأرمسترونغ وقد تمكن في النهاية من معرفة شكلها الحقيقي كما ساهم العرب بفاعلية في دراسة العلوم الفلكية وأثبتوا كروية الشكل من اللقتي. او الانسان انه يعرف شكل الارض واول من قال ان الارض كرويه كانوا اليونانيين القدام ولكن ما كان عندهم حتى دليل من غير انهم شافوا ان اماكن النجوم تتكون اعلى في بعض المناطق من مناطق اخرى وعلماء المسلمين اغلبهم قالوا ان الارض كرويه كابن حزم وابن تيميه وغيرهم وهذا الشيء انطلاقا من القران الكريم والحساب وفي الغرب حاول علماء الفلك يبرهنوا على كرويه الارض كما جيلان و أرمسترونغ عن طريق علوم الفلك والرياضيات ومع الثوره الصناعيه والتقنيه قدر الانسان انه يخترع الصواريخ والمركبات الفضائيه ويخرج خارج الارض باش يشوفها كيف دايره بالصوره ماشي غير بالحساب ثانيا <applause> كبيره تعتبر الخريطة أحسن وسيلة لتمثيل الأرض أولا صغيرة يتخذ تمثيل الأرض شكلين رئيسيين التمثيل الكروي هو الاقرب للواقع لكنه صعب الاستعمال ولا يمكن من رؤيه الارض كامله التمثيل المسطح او الخرائطي يكون على سطح مستوي ويتميز بسهوله استعماله ويسمح بتمثيل الارض كامله او بعض مناطقها فقط ولو انه يشوه الارض ولا يمثلها التمثيل الصحيح باش نمثلو الارض كاين عندنا زوج تاع الاشكال الرئيسيه الشكل الاول هو التمثيل الكروي واللي تعتبر الاقرب للواقع ولكنه صعب الاستعمال ما تجعلنا نشوفو الارض كامله الشكل الثاني هو التمثيل المسطح او الخرائطي اللي تسهل علينا استعمال الخرائط وتخلينا نمثلو الارض كامله بكل سهوله العيب ديالو انه تشوه الارض وما تمثلهاش كيف خاصها تكون فكل شكل من هذه الاشكال عنده المزايا والعيوب ديالو تنختار منهم اللي غادي يخلينا نحق الحاجه اللي بغينا نمثلوها مزيان يعني. ثانيا صغيره تتوفر الخريطه على ثلاثه عناصر اساسيه العنوان يلخص موضوع الخريطه المفتاح يمكننا من شرح الرموز والالوان وقراءه وفهم معطيات الخريطه المقياس يعرف بكم مره ثم تصغير ظاهره ما بالنسبه للواقع الخريطة تتوفر على ثلاثة عناصر أساسية العنوان المفتاح والمقياس العنوان تلخص لنا موضوع الخريطة أشنو تتمثل واش تضاريس طرق مناجم مناطق فلاحية إلى غير ذلك المفتاح تكون عبارة عن رموز أو ألوان تتخلينا نفهم المعلومات اللي كاينين وسط الخريطة بحيث أن كل رمز تكون مكتوب حداه أشنو تعني المقياس تعطينا المقياس تاع التصغير اللي تستعمل باش ترسم الخريطه والمقاييس اللي تلقاهم في الخرائط انواع كاين المقياس الكتابي وفيه تكتب بالحرف كل سنتيم على الخريطه مثلا شحال تساوي في الحقيقه المقياس الكسري وفيه تكتب بالارقام واحد سنتيمتر شحال تساوي في الحقيقه وتتكتب بهذه الطريقه وهذا يعني ان كل واحد سنتيمتر هو ألف كيلومتر في الحقيقه المقياس النسبي تتكتب بهذه الطريقه العيوب تاع المقاييس هي اننا نحتاج أن نديرو واحد العدد كبير من العمليات الحسابيه لتحويل المسافه الموجوده على الخريطه الى مسافه واقعيه المقياس الخطي هو عباره عن خط مستقيم ترسمه على الخريطه بواحد الطول مناسب مميزة ديالو هو انه تسهل علينا الحساب وتتعلق في الخريطه اللي عندنا باش يبقى معها ديما وتكبر ويصغر بنسب حجم التكبير او تصغير الخريطه خاتمة الأرض كوكب كروي الشكل يمكن تمثيله بعدة أشكال وتعتبر الخريطة بعناصرها الأساسية من أكثر طرق تمثيل الأرض انتشارا <applause> الإنسان تمكن بفضل نعمة الله عليه أنه يتقدم علميا وتقنيا باش يتأكد من كروية الأرض ويعتمد عدة طرق لتمثيلها تتبقى أهمها الطرق هي الخريطة سيدي التلاميذ الدرس تاع اليوم تسالى ما تنساوش تراجعوا مزيان واللي عنده شي سؤال يحطو في التعليقات وباذن الله نجاوبوا عليه الله يوفقكم وفي في انتظار درس جديد نخليكم في امان الله